مبدعون تحت الرمال، مبدعون ولنا أمان، في خطى درب المعالي نرتقي دوما ننال. مبدعون تحت الرمال، مبدعون ولنا أمان، في خطى درب المعالي نرتقي دوما ننال. نرسم بسمتنا بيدينا، نمضي في دنيا النسيان، وستمطر من لون المحنة قطرات تروي العطشان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقتنا الأولى من برنامجنا مبدعون تحت الرمال. سنتعرف إياكم في هذه الحلقة على مبدع وابتكاره المتميز الذي لم يعرفه إلا قلة من الناس في محافظة عدن. لن أطيل عليكم، وأكيد متشوقين لمعرفة من هو المبدع. تعالوا معي لزيارته ونتعرف عليه عن قرب. مدينة التقنية المعروفة بمبانيها العالية هي مسقط رأس الشاب حسين ماجد الذي في بداية العقد الثالث في العمر، وهو لا يسكن في إحدى بنايات المدينة، ولكنه يسكن مع أسرته في بيت متواضع جدا ومنفرد مبني من البلوك، ويحيط مقدمته سور من عيدان الحطب وصعف النخيل، في داخله حديقة صغيرة لبعض النباتات. حسين ماجد لم يتأثر بوضعه المادي المتواضع، شأنه شأن كل مبدع، أخذت منه الحياة لتعطيه عقلا متقدم بالإبداع، ليصبح نموذجا حقيقيا فيما يمكن أن يقدمه الشاب اليمني في مختلف المجالات مهما كانت قاسية. مشاهدينا الكرام، نحن الآن أمام منزل المبدع حسين ماجد التي ابتكر سيارة صغيرة جميلة بإمكانيات بسيطة. حتى لا أحرق المفاجأة، تعالوا معنا لنلتقي بحسين ماجد شخصيا وعن قرب، ويعرفنا أكثر وأكثر عن ابتكاره. تعالوا معنا. تجعلنا نمضي نحو الآفاق ونتعلم. أهلا بمبدعنا اليوم حسين. حسين، قبل أن نتكلم عن تفاصيل ابتكارك، حابين أولا نتعرف نحن مشاهدين الكرام من هو حسين ماجد. عرفنا بنفسك. أنا حسين ماجد حسين سالم حسين ثابت الكبيري. أنا من يافع، من أبناء عدن كمان. عمل إبداعات بسيطة، درس في خريج ثانوية النعمان، درس في كلية الهندسة، أشتغل مهندس إلكترونيات في الشيخ عثمان. كمان طالب من طلاب الكلية، أقوم بأعمال رائعة، منها اختراعات بسيطة ومقسمات حركية ومقسمات علمية، وكمان أعمل يعني أنشطة في مجال العروض وحق المسابقات. أنا ساكن في التقنية، في مدينة التقنية. أولا حسين،
كيف جاءت لك فكرة هذا العمل أو هذا الابتكار؟ فكرة من سبب الأوضاع هنا الاقتصادية يعني ضئيلة جدا، وكمان يعني ارتفاع الأسعار والنفط وده. قمت بعمل شيء بسيط جدا غير مكلف بس يفيدني يعني في الوضع الحالي، لأن الظروف صعبة ومن صعب إنه يعمل. قمت بعمل عمل سيارة بسيطة صغيرة أول ما بدأت، مشروع صغير على حسب الإمكانية والظروف. عملت بعمل سيارة تمشي ذات الشحن يعني دون أن يدخل بها أي طاقة بديلة أو طاقة كهربائية، يعني شحن ذاتي، محرك يعني على بطارية ذات الشحن، تشحن نفسها بنفسها. كمان من ضمنها عملت تفكيك جزيئات الماء تخلي الماء يشعل النار. عملت كمان طائر بدون طيار، أجهزة تحكم عن بعد يعني بمنزل تحكم كنترولها حق عن بعد. الحين أقوم بعمل عمل آخر بعد هذا المشروع، عملت عمل رائع سيارة كنترول سميتها، لأنها تقوم بتحكم ذاتي يعني شحن ذاتي وتحكم عن بعد لاسلكي دون يدخل إنسان بها. طيب ما هي أبرز الأجزاء أو المكونات البسيطة التي احتجتها في صنع هذه السيارة؟ أشياء بسيطة جدا مثل التايرات حقت سكل بيدل، حق الموتور بيدل، الجيرات رحت لسوق الخردة عملت من حق سيارة سلف حق سيارة، وجيرات حق سكل نار وحق سكل بيدل، والمحركات حق ماكينة خياطة، المحرك سوبر موتور حق ماكينة خياطة، والبودي بتر حديد قمت تفصيله وتشكيله، وبطارية. كمان معي السيارة الأخرى يعني لا دون بترول دون بنزين دون شحن كهرباء او ماء او اي شيء، يعني شحن ذاتي. اقوم الشحن حقها تحميل كتله يعني فوق السياره، يعني تحول الطاقه الحركيه طاقه كهربائيه يعني بالدفع بشده الكتله، كل ما كنت بسرعه كل ما كان الشارج حقها زايد. وكمان عملت تفكيك جزيئات الماء، اول الفكره كانت ناوي اصلحها على ماء، بس الماء يعني يشيلها بطاريات والبطاريات يشيلها شارج صعب، يعني ما تكون دائرة مستمرة. أنا عملت 2 سوبر موتور، واحد هو من طاقة حركية طاقة كهربائية، والآخر من طاقة كهربائية طاقة حركية العكس. البريك حق السيارة العادية عملت لها البريك حق السيارة العادية حركات هيدروليكية، أنا البريك حقي كهرومغناطيسي، يعني كل ما كنت مسرع ومعي حمل ثقيل يزيد الكتلة يزيد الشارج، لأن السيارة لما تكون ماشي بسرعة معينة يكون وش يمسك بريك يكون صعب انه يمسك بريك، لانه لازم يشتري وقت مسافه لما يمسك بريك وصعب المكابح. بس هذا تقوم بفقدان الكتله والقوة على الفاضي. انا عملت بريك كهرومغناطيسي باحتياج مغناطيسات وملف، قوم بتبطيء السياره عن طريق الملف الحثي يعني كهرومغناطيسي، يعني بدل ما اخسر القوه على الفاضي قمت تحويلها طاقه كهربائيه. وداليات كل ما كنت محمل حمل ثقيل كل ما زاد الشحن. طيب حسين، السيارة بتمشي بالوقود بالبترول، كم الكمية التي تحتاجها السيارة وكم المسافة التي بتقطعها؟ الكمية البترول الكمية قليلة جدا، اي لتر فقط، لتر من البترول يعني بياخذ معك مسافة. رحت بقى من دخل التقنية لما عدن بلتر حق دبابة بترول حق اسمه لتر دبابة بترول، مع العودة لتر لترين يعني فقط. اما السرعه هي لما كان على بترول سرعتها اسمه 80، اما قبل لما كان سرعتها على بطاريه كان سرعتها 40. الحين بقوم بعمل حبه ثانيه على بطاريه وقدرتها سرعتها 60، وعاد يمكن اكثر اقل حق 60. في ظل الظروف الصعبه التي تمر بها البلاد، فان اي عمل ابداعي لابد من ان تكتنفه العديد من الصعوبات، وقد تبلغ تلك الصعوبات مبلغها لتقضي على أي طموح في تحقيق الأهداف. وقد واجه حسين الكثير من الصعوبات التي كادت أن تعصف بمشروعه المتميز، لكن مع قليل من الصبر وكثير من العزيمة استطاع حسين أن يتجاوز تلك الصعوبات ويحولها من مجرد عائق إلى دافع قوي لإنجاز مشروعه المتميز. صعوبات الإمكانية طويلة
اولا. ثاني حاجه عندي دراسه وعندي عمل، يعني كان صعب اني اروح هنا اروح العمل وبعدين دراسه وبعدين، يعني كل وقت ضليل جدا. كمان الصعوبات الماديه، يعني صعب بسبب الظروف والامكانيه ضليله جدا، يعني صعب اني اروح اضطر اني اوقف شغل واصل العمل لما اجمع مبلغ معين واقوم بعمله. هذه الصعوبات. والصعوبات كمان الاوضاع هنا، صعب اني بروح يعني اشتري حاجه اللي اشتيها ما بحصلها، لازم احصلها باسعار سعر غالي، اسعار غالي جدا. طيب كيف تمكنت او كيف تجاوزت هذه الصعوبات؟ مثل المعدات. ايوه، يعني في عندي نقص بالمعدات، مضطر اني لازم لان انجز عمل لازم محتاج معدات، اقوم بتاجير معدة دريل قلخ ولا ذا تاجيره وقاعد بشتغل به. وكمان يعني الشغل كمان هنا مكان دخل الحاش، جيب سيمان روح بشتري حديد، بشتري يعني معدات قلخ، واللي تصعب عليها مثل الخراطة مثل ذا اقوم بشلها بمخرطة اخلطها وذا، بس صح انها مكلفة جدا بس مضطر اني اصلحها اني اروح اخلطها، انا ليش موجود معي المعدات سيمان لاصلحها. طيب هل وصلت لمرحلة معينة من كثر الصعوبات التي واجهتك انك خلاص بتوقف هذا المشروع؟ يأست؟ لا، صعب اني اوقف، مضطر اني اروح اجيب باب حلول اخرى، يعني بروح سوق الخروج ده او اروح قطاع تشليح، يعني اجمع من اي شخص من اي شيء حاجه، اجمع من هنا ومن هنا ومن هنا، لانه صعب اني بروح اشتري حاجه جديد ولا ذا، اروح اقوم بسعر مستعمله وبقوم بعملها. طيب حسين، بعد ما انتهيت من هذا المشروع وهذا الابداع الابتكار يعني، وشفت فعلا انه الحلم اصبح حقيقه، كيف كان شعور حسين بهذه اللحظه؟ اول ما نجح السياره هذه يعني صار عندي امل اني بصلح احسن منها. هذا اللي هي فكره بسيطه جدا بس يعني تجربه، لازم تقول يعني مضمون هي كانت ناجحه، بس يعني صرت مصر اني انا اصلح ثاني، مصر اني اصلح حاجه ثانيه افضل وحاجه مش موجوده ان شاء الله. الحين قمت بعمل سياره اخرى ان شاء الله انها تكون متاكد انها جدا جميله. ان هذا الابتكار يعد خطوه جباره في طريق الإبداع المتميز المستقبلي، وهي خطوة ستفتح الباب على مصرعه أمام حسين للوصول إلى عوالم التطور والازدهار في مشاركات إبداعية تنافسية حاضراً ومستقبلاً، قد تكون على مستوى البلد وقد تكون على مستوى الجزيرة والخليج وقد تصل لأبعد من ذلك نحو العالمية. إذا ما قرنت بمشاركات إبداعية داخلية متميزة هي مقدمة لما بعدها، قد كان لحسين ماجد حضورا فيها وفي منافساتها. شاركت عدة معارض، في معرض شاركت في مدرسة سعيد ناجي، وكمان معرض في مدرسة ثانوية النعمان، وكمان شاركت في معرض في قيل النهضة النموذجية، وكمان شاركت في معرض كمان في ذكرت ثانوية النعمان، وفي معرض في عدن وقع في خور مكسر لوزير التربية والتعليم محافظة عدن، وكمان شاركت في معرض مدرسة خليجة بنت خوليد اللي شاركت بها السيارة كمان، وعدة عروض. كيف كانت النتائج من خلال مشاركتك في هذه المشاركات؟ نتائج جيدة وممتازة جدا إن شاء الله، وما يعني وكمان ساعدني في التطوير يعني الحاجة الأفضل من البداية إلى حاجة أفضل، يعني شيء كل شيء جديد 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 جديد. ما الذي يطمح إليه حسين ماجد مستقبلاً؟ مخطط لشيء؟ في عندك خطط تخطيط مستقبلاً يعني تصنع أكثر وأكثر من إبداع وابتكارات؟ يعني أصلح حاجات ما حتصلحها إن شاء الله، حاجات ما حتصلحها، وكمان فكر حاجات يعني تفيدنا تفيد هنا، حتى في بعضهم قالوا سافر وده، بس صعب اني اسافر هناك، ما فيش مش تروحني ارجع مره ثانيه، رجعت هنا مصر احسن. انا ما يصلح يعني اطور البلاد على الاقل، لان هو الحين كل شيء ممكن، كل شيء ممكن، مش ممكن، كل شيء ممكن، وفي تقدم، وفي انا اشوف كمان كثر الانشطه ذي الايام في عدن، يعني في مبدعين لما اجي اواجه شخص مع شخص، يعني ده عنده فكره وده عنده فكره وده عنده فكره،
يعني ليش كأنها يجمعهم مع بعض، حد يجمعهم مع بعض ويشجعهم ولا يعطيهم معنويات وكمان يدعمهم، بس مع الأوضاع الأمنية هنا والاقتصادي ويعني صعب، ما فيش جهات معنية يعني يقوم دعم. طيب حسين، رسالتك الأخيرة حابب تقدمها لكل من ساعدك ووقف جنبك، ورسالة للجهات المعنية أنت التفت لك؟ مع الأهل وكمان أشخاص مقربين، في شخص اسمه محمد علي وكمان واحد اسمه عبد الواحد في مخلطة، أصحاب مخلطة كمان ساعدني جدا كثير، وأبو زيد وناصر العنبري منهم كثير، ويعني كثير شجعوني وحفزوني معنويا يعني خلاص اللي فاقدني أصلا، حتى لو في ظروف، حتى لو شدت علي الظروف. وكمان نريد يعني لشيء أفضل، كمان أشكر الناس اللي ساعدوني كمان في يعني في مشاريعي وفي إبداعي وفي تشجيعي على العمل، الأعمال الرائعة اللي عملتها. لا يستطيع الإنسان أن يمضي في تحقيق أحلامه وطموحاته وأن يراها واقعا ملموسا إلا إذا كان هناك من يسانده ويشجعه للمضي قدما. وحسين لم يكن بعيدا عن ذلك، فقد كان لوقوف والديه إلى جانبه أثر بالغ في أن يجتهد للوصول إلى ما يطمح إليه، ولم يكن لوالديه فقط من أخذ بيده، فقد كان هناك أيضا دورا متميزا للكثير لمن ساعده وشجعه، وكان لهم دورا إيجابيا في التشجيع والتحفيز فيما لمسوه من ملكات وإبداعات وتصاميم فيما يقدموه إلى جانب الإصرار التي يلمع في عيني حسين. الطالب حسين من الطلاب المبدعين والطلاب الممتازين حتى في التحصيل العلمي. الطالب حسين يتمتع بصفات لم يتمتع فيها الكثير من الطلاب، بالإضافة إلى التحصيل العلمي كان عنده الإبداع في هذه المجالات التي تسنت له بأن يبدع في الكثير من الأعمال. طالب حسين كان عندنا قبل سنة ونص وكان من أفضل الطلاب وكان يعني مبدع، بالرغم انه يعني في الصف ما ننتبه لهش كثير، لكن كان يفاجئنا دائما باكتشافاته. يعني اول طالب على مستوى ثانوية النعمان صمم طيارة بدون طيار، وصمم ميكروفون، وكان لما معنا اي جهاز عاطل كنا بس على طول نجيب حسين، يا حسين تعال صلح الجهاز، يصلح الميكروفونات، يصلح الراديو، يصلح الريسيفر. بصراحة كان رغم أنه يعني صح مش أول في المدرسة، لكن بصراحة كان أول في الإبداع، كان أول في العبقرية، كان أو عندهم حب غير عادي بصراحة للهندسة، للتصليح، للكهربائيات. يعني فاجأنا بالصدق، فاجأنا طالب جدا متميز وذكي، ربنا نتمنى له كل التوفيق وكل نجاح. أتمنى له أن يبدع المزيد من أجل أن يرفع من مستواه الإبداعي الذي يعود بعد ذلك إلى رفع مستوى المدرسة، وبعد ذلك إلى رفع البلاد الذي ينتمي إليها. أفكار تجعلنا نمضي نحو الآفاق ونتعلم، ألا شيء صعب عنا ما دمنا. لا يمكن للكلمات مهما ألبست من التعابير والمعاني أن تصف رحلته الإبداعية لكي يقول أنا المبدع حسين ماجد. مشاهدينا الكرام، المواهب عمود تقدم المجتمعات، والبحث عنها وإخراجها إلى حيز الوجود مسؤوليتنا جميعا. إلى هنا نكون أختمنا معكم حلقتنا لهذا اليوم التي خصصناها للمبدع حسين ماجد، التي أبتكر سيارة صغيرة متحركة بكفاءة جيدة وبإمكانيات بسيطة. انتظرونا إن شاء الله في حلقة قادمة ومبدع جديد.
سلام. مبدعون تحت الرمال، مبدعون ولنا أمان، في خطى درب المعالي نرتقي دوما ننال. مبدعون تحت الرمال، مبدعون ولنا أمان، في خطى درب المعالي نرتقي دوما ننال. نرسم بسمتنا بيدينا، نمضي في دنيا النسيان.